وحضر محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل المواطنين الذاهبين إلى بغداد من عدم ضمان السماح لهم بالعودة حرصا منها على الحد من انتقال عدوى وباء كورونا. وقال المحافظ أننا نواصل متابعتنا لتطبيق حظر التجوال وأيضا انسيابية انتقال المواد الزراعية. احنا كنا بالسيطرة الجنوبية والإجراءات تتم يعني بشكل دقيق، الحركة فقط للمواد الغذائية والزراعية والمشتقات النفطية، ويعني لاحظنا عدم دخول أحد من الوافدين. هنالك حركة باستثناءات مخصصة لعسكريين معينين، أما بقية الناس خلال هذا الأسبوع ماكو دخول للمحافظة إطلاقا. وأنا أبلغ من خلالكم أنه إحنا غير مسؤولين عن من يخرج عن المحافظة بعودته، لن نتدخل بعودته ولن نسمح بعودته.